نعم سيد إبراهيم، اليوم هذه الانقلابات، هذه الزلازل إن صح القول في إفريقيا ضد فرنسا، هل هزت فرنسا فعليا بمعنى أنها في طريقها إلى الانهيار، في طريقها إلى الاستسلام بمعنى الخروج تماما من هذه الدول، أم أنها فقط هزة بسيطة ومن ثم فرنسا لديها أوراق العودة، أوراق الثبات في هذه المناطق؟ قبل الإجابة لهذا السؤال دعني أتي إلى بعض النقاط اليسيرة كمقدمة وإجابة على هذا السؤال الوجيه. تفضل. أنا من تشاد، وإحدى المستعمرات الفرنسية، دولة من أكبر الدول مساحة وأكثرها غناء من حيث الموارد الطبيعية والثروات الزراعية والحيوانية بالطريقة لا تتخيل. مع ذلك المستوى المعيشي من ضمن الأسوأ على في التاريخ البشرية، وليس اليوم فقط، وطبعا بفضل عملاء فرنسا الذين نصبتهم وهم من قاموا بهذا، وفرنسا يد الطولة هي من وراء. ففرنسا، نقول لفرنسا العالم تغير، وأفريقيا جزء من العالم ويتغير، ولا تكلم منذ زمن بعيد. حقيقة أنا على يقين دائما عندما أقدم المحاضرات والنصائح والتوجيهات والمقالات إلى آخره، كثيرون من الأشقاء دائما وصل بهم اليأس، فيقول لا حياة لمن تنادي في الشعوب والأمور هذه محتمة عليه. يقول الأمور ليست كذلك، التحول سيأتي فقط لا ندري متى، لأني أرى كل المعطيات وكل العلامات وأمارات التغير موجودة على الأرض، ورأيت في معظم هذه الدول المستعمرات الأفريقية التي زرتها ورأيت الشعوب فيها، أصبحت الوعي موجود والتضحيات مستعدة موجودة. فبالمقابل نحن الأفارقة لسنا أعداء لفرنسا، وليس لنا عداوة لا لجمهورية الفرنسية ولا لشعب الفرنسي ولا لحكومة الفرنسية المجرمة. كل الذي نقول فرنسا إذا أرادت أن تستفيد من أفريقيا، نعم أفريقيا عبارة عن سلة غذاء العالم، عبارة عن مصدر الأول للمواد الأولية الصناعية للعالم. الدول الشرق موجودة، جميع الدول الأوروبا الصناعية يأخذون موادهم الأولية من أفريقيا، لكن دون العبث، دون التنكيل، دون التعذيب، دون التشريد، دون التجويع، دون استخدام السياسات الإجرامية والوصاية الغير شرعية، جميعهم يأخذون. شرق الأقصى هكذا يأخذون. فرنسا من إن أرادت أن تأخذ فتتنازل عن هذه، عن هذا الجبروت وعن هذه الغطرسة وعن هذا هذه الفرعنة، وسيغفر لها ما مضى من جرائم. سيد إبراهيم، أفارقة أمامهم تحديات أكثر من المجرمة فرنسا. الفرنسا إذا تخلت عنهم، أفارقة الآن مستعدون للبناء من الداخل، للتخلص من قاذورات فرنسا وفضلاتها، ويكونوا منشغلين كيف أن يضعوا الحجر الأساسي لبنية تحتية سليمة، لبنية سياسية سليمة، المجتمع متوحد، متقدم، متحضر. هم سيسعون إلى هذا، وفرنسا عملت العمائل هذه على مدى أكثر من 300 عام بين هذه الدول. هل تحاسب على كل هذه الجرائم؟ من الجرائم القتل والمجازر والحروب الأهلية والنهب والسلب التي لم تنتهي منذ ما قبل اتفاقية برلين 1884، واشتد من تلك الاتفاقية التي تقاسمت الدول الأوروبية على مصادر الأفريقية إلى يومنا هذا. فلا يعقل أن يحاسب جميع الجرائم الفرنسية كلها. وحتى فوق ذلك، فرنسا عندما احتلت من القوات النازية القوات الأفريقية، عندما أخذت كمرتزقة، هم من حرروا فرنسا، وإلا فرنسا ظلت باقية مستعمرة نازية إلى يومنا هذا، وأخذت من جميع الدول. ونحن نعرف هناك حتى من قاتلوا من أبنائنا وإخوائنا وشقائنا وأبائنا الذين وصلوا وحرروا فرنسا، ولكن فرنسا استقوت بأعوانها وعملائها الخونة من أبنائي القارة، استقوت بهؤلاء، هم من يساعدون فرنسا ويضحون من أجل فرنسا، وضحوا بكل شيء بالأرض والإنسان والتراب. طيب، نعود لسؤالك الوجيه. فرنسا إذا أرادت أن تتنازل من بعض وتستفيد، وستستمر، هذا من الممكن جدا، لكن الذي رأيت من السياسات الفرنسية المتغطرسة والرعناء الواضحة أنها غير مستعدة أن تتنازل،
ولسنا في أفريقيا نحن مكلفون بتحرير أرضنا من الاحتلال الفرنسي، ولسنا مكلفون بإرشاد الغباء والبلاهة والتفاهة الفرنسية. فبالتالي الذي ظهر لي حقيقة بتعمق أن فرنسا ليست مستعدة أن تقر أن هناك تغير، تريد أن تستمر بنفس الجرائم التي عفت عليها قرنين 200 عام. وبهذا فأقول إذا استمرت فرنسا بنفس هذه العقلية السطحية ستخسر كل شيء من أفريقيا وهي على وشك. وإلى هذه اللحظة فرنسا لم تعد ولم تكن مستعدة للوعي والاستدراك. وحقيقة في عدة قنوات مسؤولي فرنسيين، سفراء فرنسيين، جواسيس فرنسيين، عملاء فرنسيين أجدهم أن نتحاور في قناة في اللقاءات وأنا أتكلم بنفس هذه اللهجة وأسرد لهم ما يعرفه الجميع وما هم يعرفون من الماضي والحاضر بالأدلة بالتواريخ بجرائمهم. إما أن يحاولوا أن يتهربوا أو يبرروا الجريمة بالجريمة، أو أنهم حتى وصل إلى بعض منهم أن يتمننوا على الأفارقة بالجرائم التي ارتكبوها ضد الأفارقة. انظر إلى درجة الوقاحة. أنا أتكلم عن إنسان واحد من أكبر جواسيس فرنسا وأيديها في تدمير أفريقيا. فبالتالي فرنسا الآن خسرت النيجر وخسرت على وشك. طبعا لا نستعجل في أمر الجابون، إلى الآن الأمور هناك ضبابية كثيرة ولا نستطيع أن نأخذ موقف، لكن هناك أمل كبير جدا أن الأمور أيضا تسير إلى صالح الأفارقة. في هذا هذه المصادر أقوى مصادر. الذهب موجود في أغلب الدول الأفريقية، في موجود في مالي، موجود في بوركينا فاسو، موجود في كاميرون، موجود في تشاد، موجود في النيجر، موجود في أفريقيا الوسطى، موجود في غابون وتأخذ. لكن يورانيوم هي تأخذ فقط من النيجر ومن الغابون. بمجرد تحرر هذه الدول وبتر أصابع وأيدي فرنسا القذرة من سلب وسرقة هذه المصادر، سنرى قريبا ليالي باريس تكون ظلماء. 70% من الطاقة الكهربائية التي تضيء وتنير شوارع وليالي فرنسا هي من هذه الدول ومجانا.